مالك حاطه ايدك على خدك ليه؟ انت على طول كئيبه كده؟ ما انا كئيبه منكم، المفروض كل ست وكل ام اما تزهق تقعد لوحدها شويه. انت بتعملي ايه يعني عشان يجيلك اكتئاب على طول وزهقانه؟ متبقاش الواحده متضايقه او زهقانه، وربنا هو اللي عالم بيها، وطول النهار مسيح وكنيس وطبيخ، ومفيش كلمه حلوه منكم ابدا. من حق كل ام تقعد لوحدها 5 دقايق عشان تعرف دنيتها ماشيه ازاي وايه اللي تعبها، علشان لما تروح للدكتور تكشف تعرف هي هتقول له ايه. ماشي يا اختي. انت عايزني اعمل لك كل حاجه وافضل الف حوالين نفسي وما كشفش وما ازعلش وافضل كاتمه في نفسي، صح؟ ما تلاقيني قاعده ومتضايقه وزهقانه، سيبني شويه اشم نفسي. ما هي دي واجبات الستات، هو انت اخترعتي يعني؟ عارفه انها واجبات الستات، بس الرحمه حلوه، ورسول قال استوصوا بالنساء خير. ياه ده انت نفسيتك تعبانه خالص. طب خدي هديلك العبايه اللي نفسك فيها. ها نفسيتك اتعدلت دلوقتي؟ لو 200 جنيه كمان اروح اجيب طرحتين تبقى الدنيا زي الفل. نو 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 نو.